يا مساء الفل، احنا على طول مع بعض، ما بنغيبش عن بعض، على طول معاكم مظبطاكم ومدلعاكم. افراد بقى وحركات وستوريز واسكو، بصوا حاجات كتير. بما ان بقى ان الصيف داخل علينا، تمام، او احنا دخلنا جوه معمعة الصيف بمعنى اصح، فتعالوا اقول لكم على حاجة حرفيا هي اختراع للبنات. انا معرفش ازاي احنا كنا عايشين من غيرهم. تعالوا اكلمكم الاول عن الغسولات بتاعة منطقة البيكيني القمر دي. ايه يا جماعه ده، انا ما كنتش جربتهم قبل كده، بس ايه ده؟ لا بجد، ايه دول؟ تحفه. دول من براند دراي لاين، دراي فريش. اول واحد اللي هو الكاموميل والمسك، وتاني واحد دوت بالكاموميل والازهار. الاثنين تحفه، ريحتهم خطيره، بيعالجوا البي اتش بتاعه البشره بتاعه المكان، يعني كمان يعني بيعالجوا اي روائح مش مستحبه، خاصه في فصل الصيف واحنا اوريدي بنعاني من الحوار ده. غير ان هو كمان بيستخدم كبديل للصابون، وكمان بيستخدم مش بيتخفف، يعني انت بتاخدي منه كده حته صغيره وبتستخدميها، بينظف جدا، بيخلي المكان هادي، ريحته كويسه. من احلى الحاجات اللي انا جربتها حرفيا الغسولات ديت، خطيره وتجنن. تعالوا بقى اكلمكم عن اختراع تاني عندهم، وهم الوايبس بتاع المنطقه الحساسه او منطقه البيكيني او برايفت اريا. ده عباره عن وايبس صوان، تبص هوريكم. استنوا يا ولاد، بصوا انا بستخدمه وانا باكله بجد. بصوا هتلاقوا عندي في كل شنطه اتنين تلاته كده متوزعين. ده كده واحده وايبس بتاخديها معاكي النادي، الجيم، بره البيت، لو حسيتي باي عدم اريحيه في المنطقه بتاخدي كده واحده وبتظبطي دنيتك، الدنيا بتبقى فريش، مش بيسبب اي اسمرار، بيعالج كمان الالتهاب. فمن احلى الحاجات اللي انت ممكن تجربيها، خاصه وانت البيت عندك بقى افرازات، ريحه مش الطف حاجه في الجو الحر. يا مساء الفل، احنا على طول مع بعض، ما بنغيبش عن بعض، على طول معاكم مظبطاكم ومدلعاكم. افرازات بقى وحركات وستوريز واسكو، بصوا حاجات كتير. بما ان بقى ان الصيف داخل علينا، تمام، او احنا دخلنا جوه معمعة الصيف بمعنى اصح، فتعالوا اقول لكم على حاجه حرفيا هي اختراع للبنات. انا معرفش ازاي احنا كنا عايشين من غيرهم. تعالوا اكلمكم الاول عن الغسولات بتاعه منطقه البيكيني القمر دي. ايه يا جماعه ده، انا ما كنتش جربتهم قبل كده، بس ايه ده؟ لا بجد، ايه دول؟ تحفه. دول من براند دراي لاين، دراي فريش. اول واحد اللي هو الكاموميل والمسك، وتاني واحد دوت بالكاموميل والازهار. الاثنين تحفه، ريحتهم خطيره، بيعالجوا البي اتش بتاعه البشره بتاعه المكان، يعني كمان يعني بيعالجوا اي روائح مش مستحبه، خاصه في فصل الصيف واحنا اوريدي بنعاني من الحوار ده.